أيضا من ندوة الكتبة المدنية الأستاذ عبد الكريم الخيباني. أستاذ عبد الكريم، ما هو هدف هذه الكتلة، وما الدور الذي ستقوم به بعد سقوط النظام؟ الكتلة الآن الهدف من إنشائها هو التأكيد على مدنية الثورة وأهدافها، ومحاولة للم شتات الشباب الموجودين في الساحات وبلورة أهداف الثورة، وأيضا دورها سيكون فيما بعد إسقاط النظام بأنه حماية أهداف الثورة، والتأكيد على ضرورة الوصول لتحقيق هذه الأهداف وبقاء الناس متجمعين لحماية هذه الأهداف. أنا ملاحظ أن الكتلة ركزت على منظمات المجتمع المدني وقلة أو لم تركز بشكل عام على الشباب المتواجدين في الساحة، ولماذا لم تقوموا بلقاء الصحفي من داخل ساحة التغيير؟ لأنه أولا يعني الفرصة الموجودة الآن لابد أولا منظمة المجتمع المدني أن تكون موجودة وداعمة لشباب الساحة. ثانيا، شباب الساحة ممثلين أيضا في يعني بعض الوجوه التي هي تمثل ائتلافات موجودة داخل الساحة، سواء شبابية أو قبلية أو منظمة مجتمع مدني. الآن يعني التركيز الأساسي هو الآن هؤلاء مؤسسين، وهي تستوعب كل الائتلافات الشبابية التي موجودة داخل وتطرح نفسها لها، والأهداف موجودة تستطيع الاطلاع عليها ويعني معرفة ما جاء فيها. هنا هل سيكون انضمام أكثر للشباب، شباب الثورة؟ نعم، نعتقد هذا، لأنه الكتلة المدنية تلبي حاجة الشباب بشكل أساسي وقامت من أجلهم. هي الكتل البرلمانية أو الكتل النيابية أو الكتل المدنية أو التكتلات الشبابية هي من تستعد للعمل لما بعد السقوط.